يقول أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت أجلس فمر بي أبو بكر الصديق، قال: فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها. يعني أنا سألته عن آية لم أسأله لأني لا أعرف الآية، وإنما سألته فإني أحسبه يستتبعني فيقول لي: تعال معي إلى بيتي أضايفك وأجيبك عن السؤال. قال: مر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها. قال: فأجابني ثم مضى لم يستتبعني. قال: فمر بي عمر فسألت عمر عن آية في كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها. قال: فأجابني ثم مضى. ثم مر بي سيدنا رسول الله، نظر النبي لأبي هريرة ففهم النبي كل ما يدور في عقله، وفهم النبي ما يريد. فنظر النبي إلى أبي هريرة وقال: يا أبا هر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: قم معي إلى منزلي. قال أبو هريرة: فقمت وسرت مع رسول الله، فوصلنا إلى بيته، فاستأذن لنا النبي فأذن لنا فدخلنا. قال: فرأيت قدح فيه لبن كثير ففرحت، فإن اللبن هو الشراب الوحيد الذي يسد الجوع والعطش. قال: ففرحت بذلك اللبن وقلت: أشرب منه الكثير فيروي عطشي ويسد عني جوعي. قال: فجلست مع النبي فإذا به ينظر إلي ويقول: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فادع لأهل الصفة. يقول أبو هريرة: أفكر في نفسي: يا رسول الله، هذا قدح لبن وهم عددهم كثير، إن جاءوا أنهوه وأنا لا أشرب منه شيء. قال: فما كان لي بد إلا أن أطيع أمر رسول الله. قال: فذهبت إلى أهل الصفة فدعوتهم إلى النبي، فكانوا 70 رجلا. قال: فجاءوا إلى بيت النبي فتزاحموا ثم دخلوا، فقرب النبي إلي الإناء وفيه اللبن. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فاسقهم. قال: فأخذت الإناء أقدمه إليهم واحدا تلو الآخر، أقدمه إلى الأول فيشرب. قال: هم يشربون لجوع سابق ولجوع لاحق. قال: فشربوا منه الكثير، ومن يشرب يخرج ثم يأتي الآخر، ومن يشرب يخرج ثم يأتي الآخر، وهكذا. قال: إلى أن شرب 70 من أهل الصفة. قال: فظننت أن الإناء قد فرغ من اللبن. قال: فقدمت الإناء للنبي فوضع يده على اللبن وقال: بسم الله. قال: والله ما نقص من اللبن قطرة واحدة. متوحد الله، والله ما نقص من اللبن قطرة واحدة ببركة سيدنا رسول الله. فصلوا على رسول الله. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام اللبن لأبي هريرة. قال: اشرب. قال: بل أنت يا رسول الله. قال: اشرب. قال: بل أنت يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة. فرفع الإناء. قال: فشرب. ثم قال: اشرب فشرب. ثم قال: اشرب فشرب. حتى ارتويت وشبعت منه شبعا كبيرا. فنظر النبي إلي وقال لي: اشرب. فقلت له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا ورسولا، إني لا أجد له موضعا الآن. قال: فأخذت الإناء فقدمته إلى النبي فشرب النبي، ثم قال النبي: الحمد لله. وترك النبي الإناء. قال: والله ما نقصت منه قطرة لبن واحدة، ذلك ببركة النبي. فأسمعون الصلاة على النبي.